شايب في الشرقية خرج فوجد كيس حب بر أي قمح موجود عند كيس الزبالة، فتح إذا هو نظيف ليس به سوس ولا حب، فجلس عنده يبكي، جلس عند الزبالة أكرمكم الله وكيس البر هذا يبكي ويرفع يقول أهذا يرمى يا أمة محمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كسرة خبز في غرفة عائشة سقطت بلا علم منها، فرفع الحبيب كسرة الخبز وقال لعائشة يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها ما ندت من قوم ثم عادت إليهم، وجلس يبكي على كيس البر اللي طلعوه الربع ما يبونه. من اللي يبغى البر؟ الناس يأكلوا الرز، والآن حتى الرز نصفه للزبائن أكرمكم الله.